ناهد شريف. عاشت طفولة بائسة، فقد توفيت والدتها وهي في 9 من عمرها، وبعد سنوات لحق بها والدها وهي لم تتخطى بعد 14 عاما، مما جعلها تشعر باليتم طوال الوقت. ففقدان والديها لم يكن بالأمر الهين، ما دفعها إلى الاتجاه إلى الشهرة والأضواء لتتمكن من تجاوز أزمتها النفسية السيئة. اسمها الحقيقي سميحة زكي النيبال. ولدت في محافظة بني سويف يوم 1 يناير سنة 1942. عملت في السينما المصرية واللبنانية. التقت مدير التصوير الشهير وحيد فريد الذي قدمها للفنان الشهير عبد السلام النابلسي، فأسند إليها دورا صغيرا في فيلم قاضي الغرام، ولم تنجح في لفت الأنظار نحوها، كما واجهت الفشل في ثاني تجاربها في فيلم حبيب حياتي. اكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس، فقد كانت مثل كثيرات ممن عشقن التمثيل، ومن الجميلات التي اتخذن من التقرب إلى الملحنين والمخرجين طريقا للشهرة. سميحة صاحبة العينين الواسعتين جعلت علاقتها بالمنتج والمخرج حسين حلمي المهندس وسيلة لأن تصبح نجمة سينما السبعينات، وأيضا ساعد على اتساع شهرتها أنها تشبه النجمة الأمريكية راكيل وولش التي كانت عنوانا للإثارة والنموذج الذي أعدته هوليوود لتعوض به الخسارة بعد وفاة مارلين مونرو. وصفها البعض بصاحبة الأدوار الجريئة، وانتقدها البعض لاعتبارها الممثلة الأكثر في تقديم هذا النوع من الأدوار بين فنانات جيلها. والمثير للدهشة أن النجمة السمراء التي اشتهرت بلقب نجمة الإغراء كانت في بداية مشوارها ترفض تقديم مثل تلك الأدوار، فقد عرض عليها المنتج إبراهيم والي بطولة فيلم دماء على التراب الوردي، ووافقت عندما علمت أن الدور لفلاحة ترتدي جلبابا طوال الفيلم. ولكن عندما طلب منها المخرج حسن الإمام أن ترفع ثوبها إلى ما فوق الركبة رفضت، وطالبته بإلغاء المشهد، وقد أدى هذا إلى عدم استعانة أحد من المخرجين بها فترة طويلة. قدمت ناهد شريف ما يقرب من 60 فيلما سينمائيا، بينها عدد من أدوار الإغراء من قبيل ذئاب لا تأكل اللحم والذي صور في الكويت، وشاركها التمثيل فيه عزة العلايلي ومحسن سرحان، وشاركت في فيلم حبيب الروح، وكان أول دور بطولة لها في فيلم أنا وبناتي. وبعد فترة اختفاء تام عن الأضواء، عادت الفنانة ناهد شريف بتقديم عدد من الأفلام الكوميدية، منها البحث عن المتاعب، المهم الحب، وعريس الهنا. عاشت الفنانة الراحلة قصص حب لم تكتمل، فقد كانت زيجاتها مجرد سيناريوهات لأفلام لم تستمر طويلا على شاشة الحياة. فقد تعرفت على المخرج الراحل حسين حلمي المهندس في بداية حياتها الفنية، وجمعتها به علاقة حب، خاصة بعد عملها معه في عدة أفلام، وتزوجت منه رغم فارق السن الكبير بينهما، وانفصلا بعد فترة قصيرة بهدوء. وبعد ذلك جمعتها والفنان كمال الشناوي قصة حب توجت بالزواج بعد تقديمها فيلم نساء الليل من إنتاج الشناوي، ولكن الزواج كان سريا بسبب ظروف زواجه من أخرى حينها وعدم رغبته في الانفصال عنها. وانفصل الزوجان بعد فترة لتنتهي قصة الحب القوية بينهما، كما وقد أثارت جدلا واسعا بعدما تعرفت على إدوارد جرجيان صاحب ملهى ليلي بلبنان وتزوجت منه رغم تحذير الكثير لها منه لأنه مقامر، كما كان مخالف لديانتها الإسلامية، وظل كل منهما على دينه بعد الزواج، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة لينا. مثلما عاشت حياة مليئة بالانكسارات وليس الانتصارات، انتهت حياتها بطريقة تراجيدية. فقد أصيبت الفنانة الراحلة بمرض سرطان الغدد، وهو ما دفعها للسفر لسويسرا لعمل جراحة، وبالفعل نجحت في تجاوز الأزمة، إلا أن المرض داهمها مرة أخرى. وفي هذا الوقت تخلى عنها زوجها اللبناني الذي استولى على أموالها وتركها وحيدة حتى دون أن يرافقها في هذه المحنة. وعلى الرغم من طلاقها من الفنان كمال الشناوي، إلا أنها طلبت منه مساعدتها في السفر لأنها لا تملك أي أموال، وفي خلال 48 ساعة جهز لها كل أوراقها، وسافرت ناهد
لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن، وقد عانت وقتها من مرض سرطان الثدي، إلا أنها عادت بعد أن هزمها المرض وظلت في المستشفى لأيام حتى خرجت واستقرت في بيت شقيقتها لترحل عن عالمنا وهي لم تتجاوز 40 عاما يوم 7 أبريل عام 1981. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.